الإخوان عمرهم ما عملوا صحافة عليها الطلا، لأنهم دايما كانوا بيقدموا الطابع الأيديولوجي الضيق، وكمان صحافتهم كان ليها هدفين. أول شيء اختراق المجتمعات، نمرة اتنين هو جمع المعلومات من الهيئات المختلفة. ما تيجوا نشوف الحقيقة. منذ تأسيس الجماعة عام 1928 كان هدف حسن البنا حاجتين: انه يعمل عمل خيري وبه يخترق المجتمع بشكل كبير، ثم التأثير في المجتمع بالصحافة. ومن هنا انشأ جريدة الاخوان المسلمين عام 1933، ودي كانت باكورة انتاج الجماعة في العمل الصحفي. الغريب ان هذه الصحيفة استغلت الدين منذ اللحظة الأولى واتخذت شعارا: وأصبحتم بنعمته إخوانا، ثم شعار آخر: إنما المؤمنون إخوة. وكل ده طبعا بيشير في شكل سياسي إلى جماعة الإخوان. حسن البنا بعد كده قدم مجموعة من الإصدارات الصحفية، لعل أبرزها هو مجلة النزير، والتي صدرت عام 1938، والتي أعلن من خلالها حسن البنا تحول الجماعة من الدعوة إلى دخول معترك السياسة، وبالتالي كشرت الجماعة عن أنيابها لتظهر وجهها الحقيقي، وهو الدخول إلى عالم السياسة. كلنا فاكرين بعد ثورة يناير، عندما أصدر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان صحيفة الحرية والعدالة، وهي كانت صحيفة متواضعة، وللأسف استخدمت كلها في خدمة الجماعة وأغراضها حتى تحولت إلى منشور. للأسف أن هذه هي طبيعة هذه الجماعة، لأنها تقدم رؤية ضيقة وليست صحافة متنوعة. الأخطر من كل ده هو استغلال صحافة الإخوان في اختراق المجتمع وجمع المعلومات. أخطر شيء إن في عام 1948 أصدر حسن البنا مجلة الكشكول الجديد. ومجلة الكشكول الجديد في حد ذاتها وقع سياسية مهمة، مش في تاريخ الجماعة ولكن في أسلوبها. مجلة الكشكول الجديد كانت تستخدم كشفرة لنقل المعلومات إلى شعب الإخوان بالمحافظات. وحسن البنا في هذه المجلة، حسبما يورد الدكتور محمود عساف مؤسس جهاز المعلومات، كان بيستخدمها في نقل أخبار مغلوطة للنشر في هذه المجلة، بهدف أنها تكون وسيلة لفك شفرتها إلى كوادر الإخوان بالمحافظات. ده بيشير إلى أن جماعة الإخوان طول عمرها كان هدفها اختراق المجتمع وبث الشائعات.